طيب ما تقلقوش على الاهلي ليه؟ نشوف ابراهيم فايق قال ليه. الشوط الاول مش ده النادي الاهلي، زي ما نقولها قلناها قبل كده كتير في مواقف شبه كده، امتى تبقى فرقه بطله، امتى تبقى فرقه كبيره؟ لما وقفتك في الملعب تتعدل، لما تعرف ترجع في النتيجه، لما تعرف تلم نفسك. الاهلي ما قدمش الاداء المقنع، بس اللعيبه عرفت ترجع تاني في المباراه، عرفوا تاني يسجلوا هدفين، عرفوا بشخصيه الاهلي اللي ما كانتش موجوده الشوط الاول. وشخصيه الاهلي لما تبقى موجوده وانت في اسوأ حالاتك، فده في حد ذاته مش عايز اقول، عايز نقي التعبير الامثل يعني، ادي الشطاره. امتى تعرف تطلع باقل الخسائر وانت مش في افضل حالاتك؟ الاهلي النهارده طلع باقل الخسائر، خد بالك تعادل الاهلي ده اقل الخسائر، خد بالك. الاهلي النهارده بيتاهل، بس جمهور الاهلي لا مش مبسوط. جمهور الاهلي لا قلقان. بس بقول لك ما تقلقش. لكل مباراه ظروفها، ولكل مباراه شكلها، ولكل مباراه اجواءها المحيطه بيها. في النهايه الفرقه عندها رصيد، وفي النهايه هي عرفت ترجع، عرفت ترجع تاني، عرفت تتعادل تاني، عرفت تبقى جوه المباراه تاني. الاداء ما هوش احسن حاجه، الاداء فيه نقاط فنيه هنقف عندها ونتكلم فيها، ما عندناش مشكله. بس اللي دايما تقيم بيه الفرقه اللي قدامك فرقه عندها خبرات ومتماسكه بحته الرجوع. انا عرفت ارجع. طيب كل الكلام اللي قاله الاستاذ ابراهيم انا معاه حقيقه، يعني عبر، يعني لو تحدثت عايز اقول كده. كويس ان هو اللي قاله، لان تملي هيتقال لك ما انت مش عارف ايه، ما تقلقوش ما تخافوش وما وده يوم مش كويس، وكل ده محطوط في الاعتبار. تلخيص جيد من ابراهيم فايق. طيب